الحاج نعمر لك شي براديه لا تايو. اييه واخا الحاجه والله العظيم ما كرهتش. ونودي يا بنيتي عمر الباك شي براديه لا تاي نودي. نو نو نو. ونودي يا بنيتي نودي سير تشوف. واخا با انا غادي نود واخا. كي داير الجيله اللي لاباس عليك بخير؟ وبخير اودي ياس محمد. الحمد لله الحمد لله بخير. وانت لاباس؟ الحمد لله الله يحفظك ليه بخير. وتقول لي انت ما قلتيش لي منين؟ انا من دكاله. قالوا لي هذا العام دكاله عندكم زاهيه تمن. ايوا المهم ها النمر عندك الا جاك جوع صوني ليا. الو الزين ديالي. الو صافا؟ صافا الحمد لله. وانت بخير حبيبتي؟ توحشتك بزاف. حتى انا توحشتك بزاف. يخليك ليا الزين ديالي والله العظيم ما كرهتش غير امتي سالي هذا الحجر الصحي ونتلاقى قريبي سالي هذا الشيء ونعيش معك اجمل الذكريات كيف كنا في الاول حبيبي. انا راني كرموج عليك الزين ديالي. كون شفتي انا شحال كنحماق عليك ياك حبيبتي. ولكن انا راني خايفه. مناش خايفه؟ خايفه من الزواج ومن المسؤوليه. ما تخافيش راه ما كاين لا زواج لا مسؤوليه. نو 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 الو ماما. الو بنتي. الو كي دايره؟ الحمد لله ماما ما عرفتش علاش راجلي مازال ما جاش جوج ديال الليل. اكيد ماما غادي يكون كيخوني اكيد. ما تخافيش بنتي تفائلي خير تفائلي خير راه يقدر يكون دار غير شي كسيده. ويلي يا ماما ما تقوليهاش. شنو سميت باك؟ سميتو احمد. شحال في عمره؟ لا اعرف يا استاذ ولكن راه من شحال هادي وعدنا. طول غادي ندوزو للسؤال الثاني. واخا من هو هتلر؟ لا اعرف يا استاذ. هو شفتي كنت تبعتي الدروس ديالك ونعرفتيه. استاذ نسولك. ايه سول. كتعرف هيثم؟ لا. هو شفتي كنت تبعتي بنتك ونعرفتيه. شنو؟ لا والو استاذ والو والو. سير الدير. كنت نتفرج في شوميشه. تفرجي في شوميشه؟ ايوب سلامه شنو درتي للعشاء؟ درت لك البيض وماطيشه. البيض وماطيشه؟ وسير تضحكي عليا ولا مالك؟ تي النهار كامل وانت جالسه كتفرجي ليا في شوميشه وفي الاخر دايره ليا البيض وماطيشه. الا عجبك الحال كول وما عجبكش الحال خليه تما. هو ما تصدعنيش خلينا نتفرج. ما حشمتيش؟ انا دابا فين هو داك التليفون نعيط للفقيه نسولو على هاد القضيه هادي شنو هي وشنو هو الحل اللي خاصني ندير معاك. الو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا سيد شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. لدي سؤال شرعي جزاك الله خيرا. تفضل يا ولدي تفضل. زوجتي تجلس دائما امام التلفاز وتشاهد شوميشه طوال اليوم وفي العشاء تطبخ لي البيض مطيشة، هل يجوز ضربها بالمقلة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا ولدي لا 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 أرجوك لا لا. يجب عليك يا ولدي أن تشير عليها بالجفنة. أسير الله يرحم لك الوالدين سيد الشيخ. فين ممنوع لك تحيد الكمامة؟ باراج البوليس، باراج الديوانة، السكة بالأساس، السكة بلا أساس، القيد داخل، القيد خارج، وجميع البلايك اللي كيخبرونا ما نحيدوش الكمامة، ما نحيدوش الكمامة. وعلاش محيد الكمامة؟ إيوا راه القيد داخل. عندك طن الحرور عطيني شويه.
لا عافاك عافاك دوقني ما بغيتش انت ملي كان عندك ديك النار بيروري علاش ما بغيتيش دوقني يلا واخا ما دوقتكش من بيروري وانا راه دوقتك من بولو ماك دغيا نسيتي بعد مني ما غندوقكش وعافاك عطيني شويه صافي ديك النار دوقتك من بولو ما نبقاش نخدم نبقى ندوق فيك صافي خلي بعد مني انا غادي نجيب عليك ماما وعافاك عطيني شويه قلت لك لا بغيتي شوية هكا ما بقيتش بغيتو ما بقيتش بغيتو خانز واخا هو خانز ابني صافي من اليوم ما بقيت صاحبك وما تبقى تهضر معايا ما والو يلا ها انا مخاصم معاك الوالدة والوالدة يا نعم وليدي فين هذيك الكمامه اللي شريت جديده فين ورا البسها بواك هز ديال خوك راه كاينه فوق الطبله ومن اللي تسالي رجعها باش يديها معاه الخدمه الوالده هذيك راه كمامه ماشي قفه يا بحال بحال وليدي بحال 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 تا بحال خوك بحال باك بحال بحال اش بحال بحال اش بحال بحال اش كتخربقي امي اش كتخربقي ويلي 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 يا ربي السلامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي يا ربي يا ربي السلامة يا ربي السلامة ايوا شنو درتو دابا شنو درتو وكيفاش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماما مالكي يا ربي السلامة والله العظيم الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ماما مالك واش مات شي حد والله العظيم ما عرفش ما نقول لك يا ربي السلامه يا خالتك دفقات لي هذيك الطاوله اللي كانت ناقيه فيها الجلباده كامله دفقات في الارض ميلودا اش بغيتي اشوف يا رب اللي نموت انوصيك واحد الوصيه ملي نموت ودفنوني بغيتك تزوجي بالعربي جارنا وعلاش العربي جارنا بالدم حيت جبع لي واحد البقره مغشوشه وبغيت نرد لي الصرف نود الله يغبر لك الشقفي بالمسخوط الاخر نو 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 ابو شعيب لما خليتيني يا ابو شعيب ابو شعيب يا ابو شعيب فين مشيتي يا ابو شعيب ابو شعيب يا ابو شعيب راه ولدك الصغير تقطعات لي السنداله يا ابو شعيب يا ابو شعيب يا ابو شعيب راه ولدك الكبير ترق لي السروال ابو شعيب ابو شعيب يا ابو شعيب راه بنتك باغا تزوج ابو شعيب ابو شعيب ابو شعيب راه زمرتي لي ابو شعيب واحليمه راه مشيت للاخر ما مشيتش للشمال